والحكم حكمان، حكم شرعي وحكم قدري. الحكم الشرعي أيها الفضلاء هو دين الله عز وجل الذي شرعه لعباده من توحيده وصلاة وصيام وحج وفعل خير وترك منكر إلى غير ذلك. هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الذي أحبه الله عز وجل وارتضاه تبارك وتعالى، لكن ليس شرطا أن يقع كما أراد الله عز وجل بمشيئة الله وبإرادة الله تبارك وتعالى. هل كل الناس يصلون؟ هل كل الناس موحدون؟ هل كل الناس يصومون؟ طيب نأتي للمسألة الثانية، الحكم القدري. الحكم القدري هو الذي شاءه الله عز وجل بقدرته تبارك وتعالى ولم يحبه كانتشار المنكرات وانتشار الشرك وانتشار الكفر وسفك الدماء إلى غير ذلك، لكن هذا لا بد أن يقع بقدر الله عز وجل الكوني تبارك وتعالى، حتى نفرق ما بين الحكم الشرعي والحكم الكوني، والقضاء الشرعي والقضاء الكوني، والقدر الشرعي والقدر الكوني. كل هذه لها نفس المعنى ونفس المسمى وهي مضطردة. نعم.